من مدينة تعبق بالتاريخ والحضارة إلى مكان يعج بالنفايات والمياه الآسنة، هكذا تحول واقع مدينة الحلة مركز محافظة بابل، حيث يعاني السكان الأمرين بسبب التدهور المزمن بالخدمات منذ عام 2003. البلدية أبد ما توصل لهنا، يعني البلدية ما توصل لهنا قليل، يعني تجيك بالسبوع مرتين وما توصل لهنا، تروح ما في البداية ما شارع الحسينية تأخذ النفايات وتروح، كذلك حاويات ما متوفرة هنا، يعني على السكن ما متوفرة، يعني كذا مناطق تتوزع الحاويات، ليش عناهم ببقية المناطق وعناهم هنا متوقف؟ ماكو خدمات ماكو، مقصورة الخدمات، لو ما مقصورة الخدمات كان ما اجوا وذبوا هنا الناس المواطنين، وابو البيت يعني شو يسوي؟ بلدية موجودة زين، ليش ما تجي تنظف؟ هذه النفايات جددت مخاوف الأهالي من انتشار الأوبئة والأمراض، لا سيما مع اختلاطها مع مياه الأمطار والسيول التي ضربت المدينة. يفترض من البلدية توفير الحاويات الكبار على مود الناس، ليش تظل الذب الشارع؟ لذلك جاي اشوف كثرة الأوساخ هنا، وهاي الأوساخ تؤدي كلها إلى أوبئة والأطفال ومدارس، أكثر الأمراض هي من وراء هاي المسائل مال الزبالة تكرمون. من جانبها تقر مديرية بلدية الحلة بوجود نقص كبير في حاويات النفايات في العديد من مناطق المدينة التي وصلت لهذه المأساة الصحية والخدمية. شكلت لجنة مختصة لدراسة العروض المقدمة لشراء الحاويات، تم تحديد عدد الحاويات من قبل الأقسام الخدمية، بلغ عددها تقريبا أكثر من 500 حاوية. أمام هذه الوعود يؤكد ناشطون في مجال البيئة أن أزمة النفايات في مدينة الحلة ومحافظة بابل ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة حتمية للإهمال والفساد الحكومي الذي أهدر ثروات البلاد، ولم يستفد العراقيون من الموازنات الانفجارية بتحقيق التنمية.